يو واتس اب جايز، طب الرومانو في مقطع جديد. طبعا انا هروح اتسال لها تقول لي انت قاطع الفتره دي كلها ليه وكده. طب انا قاطع عشان كنت بقوم في الغنا التانية يعني بنمي فيها وكده. لو ما عارف ان انا عندي غنا تانية بتاعت جيمنج هاخد لكم رابطها في الديسكريبشن تحت او في التعليق المثبت اول تعليق، وبنزل فيها كل يومين ثلاثة كده عن ببجي وكده. يعني حب يشترك هتلاقيها تحت. وبس شباب بدون مقدمات طويلة، إذا أول مرة شفنا بس تدي لايك سبسكرايب شير انشر المقطع، خلينا نوصل على 1000 مشترك في القناتين بسرعة. والليلة فيديو اليوم هيكون عبارة عن هندي لفة كده في التيك توك، ولا هنتكلم عن زول واحد. الزول ده تقريبا انتوا كلكم عارفينه. بدون مقدمات طويلة خلينا نخش في أول فيديو للزول ده. So I actually have a really cool travel hack for everyone. I'm gonna get inside of the suitcase. Yeah, so can you like, yeah, thank you. So good, ma. حرفيا كل فيديوهاته كده. بس اظن انه عرفته، اغلب الناس ممكن تعرفه، اسمه خالد بليم. تيك توكر لسه مبتدئ، عنده 100 مليون. عنده 100 مليون متابع. عقبالنا شوف الفيديو التاني. فهمت هو قاصد شنو. guys how many times it happened to you. oh my god. الله حرفيا الشرطي يسوق ما كان يفتح الباب يخش. خابي لي عند الحل. عندك اي مشكلة ما اقدر اسويها تعال لخابي لي حتلاقي كل الحلول. مثلا يسوق معهم حرفيا ما بيتكلم. والله ما في مرة سمعت صوته، بس كله كده كده كده. بس ده عبارة عن محتوى. لا بشرفك تسوق كان حرفيا شباب طاير وشه بالضحك. لا انت احبل. حرفيا الفيديو كله انا هكون قاعد حق. والله انا حرفيا عن نفسي انا متابع، يعني محتوى بيضحك، يعني ما زي باقي الناس اللي بترقص وما عارف يعني. بس ما عارف جاب الفكره من وين. اتصلنا يا ويلي يا خدير سوق امها. you
بس سوقوم ماما امبابي سوقوم I say I love you anyway. You can twerk while in the split. الله لا حد يتصل له. يا ويلي سوقوم ما يا أخي كيف المفتاح ما قدر يطلع. حرفيا بيقول كده تقريبا. شفتها يدك يدك بس شيل المفتاح خارج جيت يا اخي النظافة يا شيخ هاي حرفيا منور بينظف بعدين فضح جدو عملت شنو يعني عملت شنو بامير وشو حبيبي حرفيا زي تلقى يسوق امه هتعرف ليه يعني بتاع الكاميرا شفاف والله انا ما اعرف دي بسوق امه عديل كده طب وبس كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو اذا عجبك الفيديو تدي لايك سبسكرايب شير اشهر مقطع خلينا نوصل ل1000 مشترك بسرعة وان شاء الله تكون دي اخر قطعة لي ان شاء الله واكتبوا لي افكار فيديو حتى تحت في التعليقات عشان ما اقطع وكده ان شاء الله استمر واقدر واقدر هاو بس اشوفكم المقطع الجاي لايك السلام عليكم